في هذه المحطة سيستمر على حساب البرنامج النضالي ما لم يستجب الله، وهذا ما نتمنى أن تستجيب، لأن خاصة تستجيب. العدول فعلا مهمشين سنوات وسنوات، ورغم في الحوار مع الوزارة يتعاقبون الوزراء ويتغيرون، ونحن في مكاننا نترشى التعديل. أين هي المشروعية؟ أين هي العدالة التشريعية؟ اليوم علينا أن نمرر من هذا المكان الرسالة ديالنا لوزارة العدل وكذلك الرأي العام على أن العدول عندهم مكانة كبيرة في المجتمع، ماشي مكانة وليدة اليوم أو وليدة فراغ، هي مكانة موجودة في كل مكان، مرتبطة بالتاريخ، بالأسرة العلوية، مرتبطة بالمواطن من له الحق لتوثيق الحقوق والدخول في البنوك. إلا مشيت تقلب في بيت ديال أي مواطن كتلقى الوثيقة العدلية حاضرة تنحفظوا لهم الحقوق ديالهم. على مر الزمان عمرك ما سمعتي شي شكاية ديال المواطن من داخل البيت دخل العدول ودار لي شي حاجة؟ أننا حاضرين في جميع المرافق، في جميع المؤسسات، في الأبناك، في الوثائق ديالنا. صبغوخ رئيس المجلس الجهوي لعدو السنفية طنجة، رئيس مجلس العلاقات الخارجية والإعلام والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية. اليوم الشعارات التي تحملها هذه الوقفة، اللافتات التي تحملها هذه الوقفة، هذه الحناجر التي بحت في رفع الشعارات واضحة تطالب بالعدالة الشرعية باعتبارها ضرورة مجتمعية وحتمية دستورية. هذه الوقفات تندد بالميز التشريعي، تندد بالخروج عن مبادئ التشريعية الدستورية وعن متطلبات العدالة الشرعية. هذه الوقفة التي تؤكد أن السيدات والسادة العدول مستمرون في كل أشكال النضال حتى تجاوب الوزارة بالشكل المسؤول، بالشكل الذي يقتضيه المصلحة الوطنية، بالشكل الذي يقتضيه التزام الوزارة بتأهيل وتطوير وتمنيع المهن المساعدة للقضاء باعتبارها مهن تؤدي خدمات عامة بالنيابة عن الدولة للمواطنين المغاربة. جئنا اليوم لنقول أن الحيف والتمييز الممنهجين هو ما بات يشعر به السيدات والسادة العدول. لم يستطع السيدات العدول والسادة العدول المملكة أن يفهموا أسلوب الوزارة الذي انقلب على محاضر الحوار، مع أن هذه المحاضر تشكل الحد الأدنى من مطالب السيدات والسادة العدول. أستاذة فاتحة الخامديشي عاد الاستئنافية تطوان، احنا جينا اليوم من جميع ربع المملكة، من جميع الاستئنافيات المملكة، مساحة الممونية للمرة الثانية باش نعبروا ونجددوا الرفض ديالنا، وباش نوصلوا واحد الرسالة لوزارة العدل، الوصالة الوصية على قطاع التوثيق العدلي. كنقولوا لان الوزارة بأننا نحن رافضين رفض تام أن مشروع مسودة مشروع القانون 1622 اللي جات بمجموعة تراجعات فيما يتعلق بمضامين المحاضر الموقعة بين ممثلي الوزارة وممثلي الهيئة الوطنية للعدول. من بين هذه التراجعات اللي احنا كنعتبروها حقوق مكتسبة، وهو إعطاء آلية من الآليات المهمة والضرورية للسادة العدول في العمل اليومي ديالهم، وهو صندوق الإيداع والتدبير. هذا الصندوق هذا هو مؤسسة عمومية، آلية من الآليات اللي كيحتاجوها السادة العدول بالإضافة إلى المهن التوثيقية الأخرى اللي عندهم الإمكانية العمل. وهذا فيه واحد هذا الرفض هذا ديالنا اللي جينا جميعا كنبينوه. بغينا من السيد الوزير، بما أننا قمنا بمجموعة من إضرابات ومن وقفة أيضا مرة سابقة، بغينا نعرفوا علاش السيد الوزير ما بغاش يستجب لنا. بغينا نعرفوا هذا التراجعات شنو الأسباب ديالها، وشنو الجهات اللي هي كتدفع بأن السادة العدول ما يكونش عندهم صندوق الإيداع والتدبير. ايضا جينا كنندددوا باقحام واحد الماده خطيره كتمس بالامن التعاقدي بالوثيقه العدليه، هي الماده 52، في غياب تام لحضور ممثلي الهيئه الوطنيه للعدول، وفيه ضرب هذا الامر هذا فيه واحد ضرب لمبادئ الدستور، مبدا مقاربه التشاركيه،
ايضا جينا حنايا كناديو بالماده 69 من ميثاق اصلاح منظومه العداله اللي كيهضر على ولوج المراه العدل والحداثه في المهنه. اذا حنايا هنايا اليوم كناكدوا الرفض ديالنا لمسوده مشروع قانون، وكنطالبوا وزير العدل باش انه يتواصل معنا ونعرفوا علاش ما كاينش واحد الصدى وما كاينش واحد الرد ايجابي من طرفهم. حنايا منفتحين للحوار، وحنايا رافضين مسوده مشروع قانون اللي تسرب 16/22. شكرا. استاذ حسين داندي نائب اول رئيس الهيئه الوطنيه ورئيس مجلس الجهه والعدل السياسي في الناظور، في حق هذه الوقفه تاتي كصرخه ضد التراجعات التي عرفها اعداد مشروع تعديل قانون 22/16 المتعلق بقانون التوثيق العدلي، وايضا ضد الاجهاز على مجموعه من المكتسبات والمحاضر التي وقعت عليها الوطنيه والوزاره في الموضوع. ايضا هذه الوقفه هي ضد الحيف، ضد التهميش، ضد انه خرق المبادئ الدستوريه المتعلقه بالمساواه والمنافسه الحقيقيه بين المهن. ثانيا هي صرخه ضد الحكومه ككل، جهه القطاع الحكومي ككل اللي انه ما التزمش بالحياد التشريعي في تنظير المدونة العامة للضرائب، أيضا اللي أعطى واحد السكن المدعم الجهة على حساب جهة أخرى. كما أن هذه الوقفة تعبر أيضا عن امتعاض سيدات والسادة العدول عن طول المدة التي عرفها إعداد تعديل هذا القانون من 2012 حتى 2024، أكثر من 12 سنة. هي أيضا وقفة الكرامة والعزة للمهن. لا يمكن اليوم أن نرضى في بلد يسوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس رحمه الله أن يتعرض العلو لهذا الحيف وهذا الإقصاء الممنهج من توثيق التصرفات والعقود المتعلقة بالعقار. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.